فيديو اليوم راح نحكي عن قصة مع صلاة الجمعة وشو الموقف اللي خلاني أبطل أصلي الجمعة بالجامعة وأصير أصليه بالبيت لفترة طويلة. خلينا نحكي عن الموضوع. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل، جيت كل يوم بفيديو جديد. يا جماعة اسف على السحبة، اخر فيديو نزل على القناة من تقريبا 5 ايام، بس يا جماعة هالمرة برضو سبب السحبة بتقدروا تشوفوه بعيونكم، هيني حالك شعر. هسه بيجيك واحد امه متوحدة على نص كيلو خرا وهي حامل فيه، بحكي لك 5 ايام وانت تحلق بشعرك؟ يا حبيبي انت تفكروا هذا الشعر زي شعر اي انسان عادي؟ لا، هذا شعر الهيكل الاعظم، شعر الهيكل الاعظم ما بينحلق بسهوله زي شعر الناس العاديه زي اي حدا. انا شعري بكافح وبقاوم وما برضى يستسلم بسهوله وينزل بسرعه. لما رحت احلق اخر مره اول ما الحلاق اجى بده يمسك شعر، هون شعري اجى قال لك بس مش شعر الهيكل الاعظم اللي بينحلق. قوات الرد السريع بشعري جهزت حالها ونزلت على الحلاق شمطه ودبل كيك عم ناخذه خلع ولادي. هون الحلاق قال لك بس يا عمي انا بحلق شعور الناس العاديه، اما الهيكل الاعظم ما لي مصلحه. انا الحل الوحيد عشان اقص شعر جون سينا يتعلم الحلاقه. اخر شيء مسكت شعري ورحنا قعدنا انا وياه عجن، قلت له اسمع اقسم بالله اليوم ما بحلقك غير اصير امشط زي ساهر منذر واحلق شعر فخادي واصير البس مايو واصير تبع ولاد. قعدنا 5 ايام نتناقش حول هذا الموضوع، اخر شيء اقنعته وهين الحمد لله يا جماعه حلقت زي ما انتم شايفين الامور تمام. هسه بيجيك نفس الام وكانت متوحمة على نص كيلو خرب، احكي لها طب اصلا من البدايه انت ليش كنت مطول شعرك؟ والله بصراحه ما في ولا اي سبب، كنت زهقان فقلت اطول شعري. واذا انا كنت مصدق ترى حتى بمقابلتي حكيت هذا الحكي. شو سر تطويل شعرك؟ هيك هسه برجع كمان مره بحكي لك طب انت كنت تحب شعرك طويل ليش قصيته هالمره؟ راح اقول لك برضه ما في ولا اي سبب نهائيا، الحلاق جنبي ورحت حلقته بس 7 ثواني معك وتحكي له بقلبك لما ما فضل هيني بحكي على الصفر. يفضح اخت هيك علاقه حلاق بنهيها. وبرضه اسف يا جماعه اذا في كم حرف خربانين مش راضيين يشتغلوا بهذا الفيديو، بس يا جماعه اي شهر بروح دكتور الاسنان، اسنان داخله واسنان طالعه، اقسم بالله مش فاهم شو اللي قاعد بيصير، هذا بطل ثم انسان بشري، هذا صار بيت ام زكي، يعني انا خايف نروح الجاي عند دكتور الاسنان في الريال وام عصام يتطوش، كل ما اروح عنده جلسه لازم في حرف يضيع، اخر شيء وصلت له ما ضلش عندي غير 6 احرف شغاله بس، يا دكتور كل جلسه في حرفين قاعدين بيروحوا، بالله عليك شو اللي قاعد بيصير معك؟ دور بجيابك، اطلع على الارض، شيل الخزانه، اطلع يمكن تلاقيهم هون ولا هون، يعني ضل لي عند دكتور 6 جلسات واصلا مش ضايل غير 6 حروف شغالين، يعني خلص انا بعد ما اخلص الجلسات بصير اعمل فيديوهاتي بلغه الاشاره. انا مش فاهم يعني انت ماخذ الحروف تبعوني رهيني عشان اذا عملت عنك فيديو، ولا عندك مريض اخرس بدك تساعده فيهم، ولا شو قصتك؟ بدي حروفي، بدي احكي يا زلمه، مش ضايل عندي غير حرف الالف وحرف الصاد، حتى الصاد نص خربان ونص شغال، بتحسه زي السماعات الصيني. عشان هيك يا جماعه بهذا الفيديو يمكن احكي كلام تفهموه غلط، بس انا قصدي اشي ثاني، مثلا اذا طلعت حكيت يفضى عرضك يا نور مار، انا هون بكون قصدي احكي حطوا لايك على الفيديو، بس تعرفوا الاحرف شوي تخربطت. عشان هيك يا جماعه افضحونا عرض نور مار بهذا الفيديو 30,000 مره، كل ما فضحت عرض نور مار اكثر كل ما الفيديو انتشر اكثر. ما علينا. لا علينا. المهم يا جماعه يوم الجمعه هو اصلا يوم غريب، يعني مش بس ليش الكاي يصير معك صلاة الجمعة هو الغريب، لا يوم الجمعة كله أصلا هو عبارة عن أحا، يعني أنت بتصحى يوم الجمعة هيك تصوم تحكي أحا شو اللي قاعد بصير، لازم يكون اسمه يوم الأحا، يعني هيك 3 4 5 أحسب، لأنه دائما كل يوم جمعة لازم تصحى على صوت أبوك وأمك وهم بتطوشوا. مرة واحدة يوم الأحا ما صحيتش على صوتهم وهم بتطوشوا، رحت تبعت ورا الموضوع طلعوا بحكوش مع بعض أصلا من طوشة الجمعة الماضية. فإحنا خلاص يوم الأحا عندنا بالدار لازم يكون عندنا 40 جريح و20 قتيل. بصحى من النوم بلاقي أمي بتعض خشم أبوي، بلاقي أختي الصغيرة لابسة طنجرة براسها عشان تحمي حالها من المعالق اللي طايرة، أختي الصغيرة من لما مرة أكلت ريموت تلفزيون طايش على راسها من امي، وهي خلص كل يوم جمعه بتسحب تلبس طنجرة الضغط لما الله يفرجها. كنا لما بدنا نغير القناه على التلفزيون نشوطها كف، مش خلص لازم كل يوم جمعه اصفن زي هيك اطلع احكي احا شو اللي قاعد بصير؟ الاقي ابوي وامي بيتبارزوا بعصايات قشاطه مفكرين حالهم بالزير سالم، اختي الصغيره حاطه طنجرة الضغط على راسها وبتركض، امي بترن على اخوانها، ابوي بيطعم علي وانا نايم مالي دخل باي شيء، وانا بطلع على كل اللي بصير وبحكي احا. وهذا الحكي مش بس عندنا بالدار، هذا الحكي كل بيت عربي يوم الجمعه، يعني انا بتحدى عيله عربيه اهاليهم ما بتطوشوا يوم الجمعه. مره واحده صارت بمصر مسكوا عيله يوم الجمعه ما تطوشوش، اجوا سحبوا منهم الجنسيه العربيه ودوهم على نيوزيلندا يعيشوا. شو يا عم انتم ما بتطوشوا يوم الجمعه؟ ما بتعضوا اذان بعض؟ لا يا عم ممنوع تعيشوا معنا بالشرق الاوسط، مستحيل. والمشكله انه كل جمعه طوشه على نفس السبب، تيجي امي 9 الصبح تفتح الشبيك وتولع بخور، ابوي ما بحب ريحه البخور فبنادى امي بحكي لها اطفي البخور، امي بتطلع عليك بتحكي له لا ما بطفي البخور، انت سكر خشمك اذا مش عاجبك. وبعديها انتم عارفين شو اللي راح يصير، اختي بتلبس طنجره الضغط، انا بصحى بحكي احا شو اللي قاعد بصير؟ انا ما عندي مشكله طوش كل جمعه بس كل مره على سبب جديد، يعني مثلا مره على ريحه البخور، المره الجايه على صوت التلفزيون، الجمعه اللي بعديها فتشي تليفون ابوي يطول منه نسوان. اما كل جمعه نفس السبب احنا عائلة اقسم بالله العظيم نزهق، يعني انا نفسي مره واحده بحياتي اختي الصغيره تلبس طنجره الضغط وانا اصحى واحكي احا شو اللي قاعد بصير، على سبب ثاني غير البخور تبعكم. بعديها بيجي وقت الغداء امي بتطلع ابوي زي هيك بتنقي اكبر قطعه دجاج بتحطها قدامه، بيجي ابوي بتطلع على امي هيك بحكي لها اسف نسيت اليوم اجيب لك معسل، كمان شوي بنزل بشتري لك، ولا كانه قبل 10 دقائق امي عاضه خشم ابوي مسببت له 8 قطب داخليه. وبيوم الاحا غير المشاكل العائليه عندك كمان صلاه الجمعه، قبل ما اكون يوتيوبر كانت صلاه الجمعه عندي تمشي بشكل طبيعي، عادي اصحى من النوم اخذ دش البس اسوأ بوت عندي، في عندي بوت موجود عندي من نهائي كاس العالم 2006، قد ما البوت قديم بتحس عمره 54 سنه بتحسه بغسل كلى، رباط البوت قد ما جار عليه الزمن بطل زي اي رباط طبيعي، قد ما الرباط مستهلك صار هيك زي الشعيرات يطلع منه، هذا ما بطل
تربط ربط هذا تحطه بكرة شعر وبتطلع، لاني عارف انه راح ينسرق ولو انسرق صحة وعافية على الحرامي، بس بتمنى منك بعد ما تسرقه انك تسشور الرباط عشان يطلع شكله حلو. اروح على الجامعة، ادخل على الجامعة الاقي لي زاوية اقعد فيها. يبلش الامام يدعي على الكرة الارضية كلها، ما بيخلي بلد بالعالم الا بشوطها دعوة بسبب انقلاب بالدولة، فانا صافن فيه هيك انه يفضى عرضه كيف حافظ اسماء الدول هاي كلها. انت امام مجد ولا استاذ جغرافيا؟ انا هيك بحسه. فتح اللابتوب جنبه اسماء الدول الاجنبية وبيبلش اللهم دمر ايطاليا، اللهم احرق بولندا، اللهم شتت جمع شو هاي اسمها استراليا. مره وصل بدعاوى لعند اسبانيا ونط ويقول لك اللهم احرق اسبانيا، الكل بيحكي امين الا انا صفنت. يعني ما لها اسبانيا شو عامله؟ ميسي جاي فينا جول بنهائي دوري ابطال اوروبا، شو القصه؟ اللي مش متذكر انه اسبانيا عمرها عملت معانا اشي. بقول له يا شيخ ما لها اسبانيا شو عامله؟ طب فيك بقول لي اللهم احرقهم. انا قلت امين خلص مش ضروري افهم، والله لفظ عرضك يا سيرجيو راموس. والمشكله انه من اول الصلاه لاخر الصلاه وهو يدعي والكل بيحكي امين ومحدش فاهم اشي. عادي لو طلع قال مثلا اللهم بعد السكر عن القهوه لاني بحبها ساده، كل الجامع راح ينط ويقول لك امين. ما في واحد راح يفكر انه انا مال امي اذا انت بتحب القهوه ساده. خلص من دول اجنبيه كلها، ما بيضل ولا دوله الا داعي عليها. بتطلع هيك بقول لك احا كمان 10 دقائق بالخطبه شو بدي اعمل؟ خلني ادعي على بشار الاسد، اللهم اقطع اجر بشار الاسد، اللهم مزق خشمه وتمزيقه، اللهم اجعل شكله كالبطريقه. خلص بتحس الشيوخ هيك كل ما ينزلقوا بالوقت بشار الاسد يلا نكبكبه. لو بشار الاسد مش موجود كان الشيخ بدي علينا احنا المصلين، لانه خلص دول اجنبيه وما في شيء يحكي. بس هسه الوضع مع صلاه الجمعه بيختلف، لانه في ربع مليون مشترك عندي، 5000 منهم كل الحاره، كل الحاره بتتابعني يا اخوان، نساء شيوخ اولاد بنات قطط حيوانات كله. فعشان اوصل صلاه الجمعه بوقتها لازم اطلع قبل بيوم، لازم اطلع من الخميس بالليل عشان اوصل الجمعه الظهر، لانه كل واحد يشوفك بالشارع بده يوقفك ساعه ونص. اول ما تنزل بلاقيك الخياط مسك بقول لك اسمع ابو هيكل بدنا اياك تحكي عن الزباين العرصات هذول اللي بيجيبوا لك القطعه وما بيحاسبوا عليها. انا بطلع هيك انه مشكله بينك وبين الزبون، انا مال امي يا زلمه، يعني اعمل حلقه شو احكي فيها؟ لو سمحت يا احمد التعمري عليك ليرتين ونص عند الخياط روح ادفعهم. تمشي شوي بوقفك واحد بقول لك ابو هيكل بدنا اياك تحكي عن المزارعين، انا انوحش شو احكي عن المزارعين؟ يعني انا مش فاهم، بس افتح الكاميرا وبلش احكي، شو احكي؟ ان المزارعين يتعبون في الحصد ويحصدون الباذنجان لنقليه انهم رائعون. مش فاهم شو بدي احكي على ام المزارعين؟ هذا الزلمه اللي 6 شهور كل ما يشوفني بدي احكي على المزارعين. انت بس تعال قل لي شو احكي على المزارعين وانا والله غير احكي اقسم بالله. بيجيك شاب وقفك بقول لك اسمع في استاذ رسبني بدي اياك تفضى عرضه بفيديو. ترى هاي قناه يوتيوب مش مكتب وزير الداخليه، اذا في ناس بدهم ايفون انا ما معي ايفون. فمره بدي اروح على الجامعه اول ما نزلت من درج عليها تبع المزارعين، قلت له اقسم بالله اذا بسمع منك كلمه مزارعين لازرع بوجه امك بوكس اسبب لك فقدان وعي. اكل راس امي وهو مزارعين اخر شيء بيطلع بزرع بندوره. دخلت على الجامعه كنت رايح بكير، قعدت بالصفوف الاولى، بلش الشيخ يحكي وبلش الناس يلتموا والجامعه تعبى فل. اول ما الشيخ بلش يسمع امريكا ويطلع واحد من بعيد ابو هيكل ورينا اصبعك، يعني مش عارف هو شو متوقع بنص الخطبه والاجواء الايمانيه اطلع اقول له هي اصبعي كيف عاجبك. والمشكله انه الشيخ صاحب ابوي وانا قاعد قبال الشيخ بالضبط، انا عملت حالي مش سامع بس نادى علي هذاك الشاب، وعملت حالي بعد متاثر مع الشيخ انه يفضح ام امريكا. نعم يا شيخ صح يفضح ام امريكا، بس الشيخ شبطني جحره تقول اني متجوز اخته ومطلقها، حسسني انه انا امريكا اللي قاعد بدي عليها. وكمل خطبه طبيعي ويجي هذاك يشمت كمان صوت ويقول لك ورينا اصبعك يا ابو هيكل، وينط واحد من الجهه الثانيه ويقول له وين ابو هيكل، هذاك يطلع عليه كله هي شوف هي بنسمعه مبين. ولما قاعد ياشروا علي وينادوا علي ويلتم علي نص الجامع، الشيخ قاعد فوق بخطب وقاعد بطعم على امريكا والناس تحت متجمعين علي. اسمع احكي عن توجيهي بالله عليك، اسمع مرتي مش راضيه ترجع لي، ممكن تعمل فيديو تحكي لها ترجع. ابو هيكل احكي لنا عن المزارعين، احكي عن المزارعين. الشيخ صافي بالتجمع هيك ويفضح اخت امريكا، امريكا ولا امريكا امريكا، انه ركزوا معي بدنا نسبع الدول سيبونا من ابو هيكل. ولا حد انتبه معه كمل، واللي مسك اصبعه يتصور معاه، اللي بيصورني بده انا اودي تحيه لبنت خالته. فهون الشيخ شمطها الكلمه الجوهريه، طلع علي زي هيك وعلى المايك ولا بحكي يا ابا هيكل ان جئت للصلاه فاهلا بك، اما ان جئت يا ابا هيكل للعب والله فلا اهلا ولا سهلا. انا صافن هيك انه يا شيخ شو دخل امي؟ انا جاي اسمع بشار الاسد، هم اللي اتجمعوا ما دخلني. والمشكله انه عندنا بالجامع وقت صلاه الجمعه المكبرات بتكون شغاله، يعني بحكي الشيخ راح تسمعه كل الزرقاء، يعني كل الحاره سمعت انه ابو هيكل يلعب ويلهو في الجامع، وانا والله ما كنت لهو، وانا رايح اسمع بشار الاسد يا زلمه. ما صدقت لما تخلص الصلاه، اول ما خلصت غليتها على البيت، اجى علي ابوي بيقول لي مالك شو عامل مع الشيخ؟ فبقول له احا شو عامل؟ والله ما عملت شيء. بقول لي لا، كلنا سمعناه قاعد بحكي ابا هيكل يلعب ويلهو. فانا بقول له والله يا ابوي ما كنت العب ولا الهو، انا كنت رايح اصلي هم اللي عملوا هيك. طلع زيك بقول لي ملحد، كنت عارف انك ملحد من وانت صغير. اروح على السوبر ماركت طلع على زيك بقول لي باقي تلعب وتلهو. اطلع على الدار وقف لي الجار واللي يقول لي شو باقي تلعب وتلهو بالجامع. حتى تبع المزارعين وقف لي ويقول لي اسمع اعمل فيديو عن بيلعبوا وبلهو بالزراعه. فانا حبست حالي شهر بالدار عشان الناس ينسوا قصه يلعب ويلهو. بعد شهر رحت بصلي الجمعه كمان مره بالجامع ولا على الباب بيحكوا لي ممنوع تدخل. طلعت هيك قلت احا مين بده يمنعني اعبد الله يا اولاد الوسخه؟ ولا بيحكوا لي لا
انت تلعب وتل هو ممنوع تدخل. فانا بقول له حل عن امي اذا بدك تدخل بتطعم مع بشار الاسد. بقول اذا بتدخل بطلب لك دوريه. تخيل تصلي الجمعه بالجامع والعصر بالسجن عشان شو؟ عشان كنت تلعب وتل هو وانت لا كنت تلعب ولا تل هو. فروحت على صليت بالدار وبطلت اصلي الجمعه بالجامع. لحد يا جماعه قبل فتره اندليت لكم على مسجد ما بيصلي فيه غير ختايره. اقل واحد فيهم عمره 92 سنه. هذا مش ما حد متابعني فيه، هذا ما حدا بيعرف شو يعني يوتيوب. هذا بده يبعث رساله لمرته ويبعثها بالحمام الزاجل. بروح هناك بقضيها اسبع بشار الاسد لما تخلص الصلاه. بس والله يا جماعه بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، واسف لو حسيت انه الفيديو شوي تسليكي، بس يعني المشكله هاي الفتره من أسوأ فترات حياتي، وكويس اني قدرت اصور وانزل الفيديو هذا اصلا، لانه اخر شهرين هذول مرقوا علي كانوا جدا سيئين. ان شاء الله تخلص هاي الفتره قريبا جدا ونرجع اقوى لليوتيوب. دولي يا جماعه دولي، احتاج دعاء. اشوفكم الفيديو الجاي.